السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غندوي فيه على التجوز الكناري. تجوز الكناري الخوش قد طريقه سهله اسهل. عندما تاخذ شي جوج نشوه وذكر، عزلهم دير النشوه في قفص كبير، ركب ليها البياضه ركبها على الداخل، ولا ركب هذه على برا، ولا ركب هذه لداخل. هادي تو اللي حبيتي، كان عندك قفص صغير احسن ديري هادي، كان عندك كبير هادي مزيانه تركبها لداخل، كتركبها هكا ساهله صافي. كتعزل النشوه بعدها، الذكر كتعزلو بوحدو، حتى تجبد النشوه صافي، وكتدخل عند الذكر صافي، تحط لها الخيوط. تكون عندك شبيكه على السول ولا تلاقم لها في الارض، لكن احسن هنايا صافي. النشوه ملي كتوجد كتجر في الخويطات، صافي تبقى تهز الخويطات كتدخل الذكر. ومن تكون النشوه عندك مازال مجوداش، شد الذكر ياك، دير ليه شي بريقه بحال هاد الشكل هكا، تكونوا معلقين، تكون النشوه هنا والذكر يكون هنا، تكون عليه بريقه هكا ما يشوفش النشوه، باش يبقى يغني مزيان، باش النشوه تسمعو، باش تعرف راه موسم التجاوج بدا، باش النشوه توجد. وتوليو تخرجوها مره الشمس، خرجها هي والذكر، دوش وليها بالفابو، ولا تحط لها الدوش. كان عندك الوقت، عندك شي بلاصه تحطها في الشميشه مزيانه، تحط لها الدوش، دوش بوحدها احسن ما يكون. ما كانش عندك الوقت بزاف، دوش لها بالفابو، واحد شويه رش ليها صافي، وتشد كيرتها وترش ليه باش يكون هائج مزيان صافي، وان شاء الله يكون كل شيء مزيان. هذا هو اللي حبيت ندير لكم هذا الفيديو. كيسولوني بزاف في الكومنتير، طريقه الخوت سهله ماهله صافي. تشري النشوه ديرها في قفص كبير، الذكر في قفص كما كان، واخا يكون كبير ولا صغير، المهم الذكر كيكون في قفص بوحدو، النشوه اللي كيكون عندها البياضه صافي. وكتبقاو تقدمو ليهم نص بيضه على حسب، بغيتي تهيج الذكر ولا النشوه، دوك ليه تعطيه في قفص، تعطيه لوز خضر دبو ليه مزيان ليه نتا هما. وكنتمنى لكل شيء التوفيق، كنتمنى هاد العام يكون دوز مزيان، تفريخه مزيانه. هاهما كيما كتشاهدوا النشوه هي كتحاول تجر الخيوط، هاهي. الى عجبك الفيديو ما تنساش تشترك عندي، كتي اول مره كتشوف تزور القناه ما تنساش تشارك في القناه، واش خلي لنا لايك تشجعنا على حساب فيديو اخرين ان شاء الله جداد. وكنشكر تحيه لجميع الناس اللي كيتبعوني، وتحيه لكم بزاف. لا تخصص اللي ما فهمتوش شي حاجه ولا شي حاجه، خلوها ليا تحت في الكومونتير. ولا كان شي معلومه عندكم مرحبا عطيوها ليا، حطوها ليا في الكومونتير مزيان، نستافد انا وتستافدوا نتوما، حتى داك الشيء باش نعرف انا تنعاود لكم. ومرحبا بالجميع، وما تنساوش تامونوا في واحد القناه جديده، واحد القناه شويه قديمه، كنتمنى نطلعوها شويه تربيه الدجاج، غنحطها لكم في صندوق الوصف، هجموا عليها حتى هي، طلعوا واخا 1000 مشترك. وتحياتي لكم وشكرا لكم بزاف.